عليكم مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج المغامرات جزيرة الكنز. جزيرة الكنز برنامج التحدي والمغامرة والتشويق، الموسم ديالو الثاني غادي يكونوا معنا رشيد نجوم جداد. نجوم جداد اللي جاوا حاضرين اليوم كلهم ثقة وعزيمة باش يربحوا جميع التحديات. غادي تكون عندهم مهمة واحدة، يجمعوا 5 ديال السوارت و3 ديال الرموز وأكبر مبلغ مالي اللي غادي يهديوه لواحدة من الجمعيات الوطنية. ما نطولوش عليكم، نستقبلوا حالا ضيوف حلقة اليوم. اليوم في جزيرة الكنز غنعيشوا لحظات متميزة مع الفريق اللي كيضم الممثلة المشهورة سامية أقريو، مقدم البرامج الإذاعية والتلفزية يونس الزرق، الممثل المتميز عمر لطفي، ونسرين ومهدي. أعضاء الفريق غيبدلوا كل ما في جهدهم، أبطلنا هدفهم واحد، الوصول للكنز والحصول على أكبر مبلغ مالي اللي غتستافد منه جمعية محاربة أمراض الكلي واللي كتقدم المساعدة للأشخاص المصابين بهذا المرض. السلام عليكم. هادو ما معطلين، كنا جايبين السيد رشيد. انا تيبان لي هاد الحلقه هاد الحلقه تدخل التاريخ، ماشي غتدخل التاريخ. شرفتي شويه، مرحبا بكم في جزيره الكنز. نهار كبير هذا، كيبان ان عندهم لا بيش. نهار كبير هذا. انا ساميه اقريو، نسرين، عمر، يونس الزرق، ومهدي، مرحبا بكم. اليوم جيتوا باش تحداو جزيرة الكنز وتحداو الصعاب ديولها، وغادي يكون مطلوب منكم باش تربحوا 5 ديال السوارت، من بعد كيخصكم تربحوا 3 ديال الرموز باش تدخلوا لساحة الكنز وتجمعوا أكبر قدر ديال الفلوس اللي غتهديوه للجمعية اللي جيتوا تلعبوا على قبلها اللي هي جمعية غا. جمعية مهمة بزاف، لأن كيديروا واحد العمل مع الناس اللي مريضين بالكلي. أمراض الكلي بزاف اللي كيعيشوا بالدياليز بصفة يومية. كنعرفوا الصعوبة ديال الدياليز والتكاليف ديالو. صعيبة بزاف وبصفة يومية بلا بلا ما يعيشوش، والأهم من ذلك أنهم كيديروا التحسيس والتوعية فيما يخص التبرع بالكلي، وهذا مشكلة عندنا في المغرب. 200 شخص فقط اللي كيستافدوا منها كل عام، يعني بزاف ديال الناس اللي كيموتوا على والو، إذا خصنا نزيدوا نوعيو الناس. وهادشي علاش جيتوا تبارك الله عليكم. أنا كنت كنتسنى يونس يقول لي نتلاقاو تما. حنا تلاقينا هنا دابا. شنو هو الشعار ديالكم؟ اونا دوس تريس. برافو، تبارك الله عليكم. عجبات وقال لك هذه ديالها. من دابا غادي نعطي انطلاقه وغادي يولي عندكم سباق ضد الزمن، ودابا غادي نطلب من فيليندرا توب كرونو. تيتسويت كما سمعتوا، دابا غادي نمشيو لاول مغامره وما نضيعوش الوقت. يلا سمعوا تيتسويت هذاك جي بي اس. ابتداء من الان المشاركين عندهم 40 دقيقه لرفع التحديات وجمع المفاتيح للوصول لقاعه الكنز والحصول على المبلغ المخصص للجمعيه. لازم عليهم يجمعوا 5 المفاتيح على الاقل لفتح الباب ديال الكنز. ناري باش بدينا. اذا اول تحدي في هذه الحلقه هذه، الان قدام الكراج. عمر لطفي لاباس عليك؟ مرحبا. الميكانيسيان الفريق. نعم الوالد. عمر. يا عمر، اكتشفناك في السينما مجموعه من الادوار، تبارك الله عليك. ولكن بغيت نسولك، واش قبل من السينما خدمتي شي حاجه؟ واش كنتي تخدم؟ يا ما خليت ما خدمت. مثلا شنو المهن اللي دوزتي؟ شنو مثلا الا قلت لك ميكانيسيان؟ سيكليست. هو كان داير سيكليست. ميكانيسيان ما درتيهاش؟ لا. وداك الشيء علاش اختاريتك اليوم باش غادي ديرها؟ او لا لا. عمر الله معاك. لا ما تخافوش. عمر غادي نعطيك هذا البيدو، هذا غادي يكون مطلوب منك باش تجيب ليسونس. ليسونس ما كاينش في البيت اللي انت فيه، كاين في واحد الغرفه اخرى. دونك انت خصك تدخل تجلس في الكوسان، خلي راسك لاصق على قبل السلامه ديالك، ورك على الزر غتلقى راسك في الغرفه الاخرى. خصك تمشي تجيب ليسونس ياك، ومن بعد ترجع عاوتاني بنفس الطريقه باش تخويه في واحد البلاصه تعمرها باش يخرج لك الساروت. عمر كنتمنى لك حد موفق، وحاول ما تدفكش بزاف ليسونس لانك غتحتاج لكل قطره باش تخرج الساروت ان شاء الله. يلا داكو. عمر ثلاثة جوج واحد. عمر لطفي قدام الكراج، غادي نشوف واش غيربح ولا لا بعد الفاصل. مشاهدينا رجعنا معكم بعد هذه الوصله الاشهاريه القصيره. عمر قدام الكراج، غادي نشوفوا واش غادي يربح ويجيب الساروت ولا لا. نعطيو انطلاقه ثلاثة جوج واحد.
طب عمر جلس في الكرسي جلس في الكرسي وراك على البطونه الصفراء وراك على البطونه الصفراء البطونه الصفراء زين برافو هاديك شقليبة كي جات شقليبة شنو فيه ليسونس قلع ليسونس قلع ليسونس يلا عمر طلعوا هبط عمر ما كيبغيش يطلع طريقة قديمة هادي ديال علي عمر لما تستعمر واش ترجع من الكرشة يلا جلس تما ونفس الشيء البطونة ورد البال ما تقلبش ليسونس بزاف زي القرعة زي القرعة هاي سير مزيان خويا تما واش هنا؟ ايه خويا في الريزرفوار هو هذاك مزيان عمر مزيان يلا رجع زين علي عمر لا ميم شوز يلا بلي فيت بيان سير القرعة يلا عمر حاول ما تخرجش برافو مزيان عمر حاول تزرب راك غادي مزيان مازال الوقت مزيان مازال عند الوقت يا عمر إلا بقى غادي في هذا الريتم غادي يجيب لنا السر علي عمر الأول ما نفلتوش يلا عمر برافو راك باقي غادي نشوف مزيان عمر ما تهرقش أصاحبي ما تهرقش قربتي عمر قربتي شي جوج مزيان باقي لك الوقت عمر حاول ما تضيعش ملي تكون كتخوي ليسونس عمر كتسلم عليك فرح عندك الولاد شويه عمر شويه وحده ولا جوج شي وحده ولا جوج الوقت سي سوبلي عمر قولك جوج مره يلا عمر يلا الوقت يلا فيت عمر باقي الوقت لا مازال ما تخرج غير مزيان غادي عمر حاول ما تخويش بزاف ملي تكون كتخوي في الريزرفوار حاول تخوي مزيان بشويه عمر جرب خشيتك من جهه اخرى ورا بيا سوبر عمر راشد الله يجاوبك الاول بارك الله عليك عمر كنبغي نبشركم بانه عمر اول تحدي كيتربح في هذا الموسم الثاني هادي اذا انت تسوي دابا عندنا الساروت الاول ناري الساروت الاول ما عندي ما يسالكم بدي موفقه وانا معول على هذه الفرقه لانها حراقيه غنخلي عمر يمشي يبدل حوايجه وحنا غنمشيو كاملين مع التسويت للتحدي الثاني فاليز جي بي اس يلا علي الحماس يلا هادي يا صعيبة تفضلوا عمر برافو عليه فريمون شرفني وحمر لي وجهي هادي مغامرة جديدة في الجزء الثاني وانت أول واحد كيفوز بها كيعطيو شي حاجة في هاد اللعبة كيعطيو الفلوس للجمعية فوالا تبارك الله عليك يلا المهم غادي ننادي على الأستاذ يونس الزرق الله تفضل يونس صافا كنشرب المونادا انا كيضرني الكاز شكون قال لك غتشرب المونادا خويا عرفتي يونس الزرق سمع سميته ولا صفر لا باقي زرق ولا صفر يونس صيف معايا يلاه يونس نعم اخويا غادي يكون مطلوب منك باش تدخل داخل وتقلب على سته القرايب بحال هادو سته بحال هادو سته مجرد ما تلقاهم تخشيهم في واحد اليوتيوب هو غادي يخرج لك الساروت غير نفكرك بانه الدخله غتدخل من هاد القادوس وقبل ما نعطيو انطلاقه يونس غادي نصيفط يونس الله سامية معك أقريو الله معك باش تمشي توجد المغامره الجايه سامية يلا ما انت باي لي زونفا يلا سيدي بسم الله ثلاثه سامية جوج واحد طب على يونس يلا يونس حاول تقلب على هذوك القراعي الحمرين برافو يونس برافو بنتكنيك برافو هذا يونس القرعة الأولى أمجاد السيد هذا كل شيء بسيط غادي نكون برافو جاك خوك غيدير هذا التحدي بشي وقت قياسي قنبر عنده لا تكنيك عنده لا تكنيك والزربة علي 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 تا أنكور لو تون أش فاتورا في تون فين برافو يونس برافو ثلاثة باقي ثلاثة
يونس ملي غادي يطلع السير خصو يرجع من نفس الطريق. يونس قلب لتحت هذاك الصنادق تما. تما برافو. قلب قلب مزيان. شوف يونس يونس كتسمعني؟ يونس كتسمعني؟ باقي الوقت كاين واحد المزوره قدامك. وي قدامك من هنا. هي هذيك. وي جرب تما. شي ديك يونس يونس كتسمعني؟ كاين واحد المنجر مكتوبة فيه خمسة. المنجر فيه خمسة. وي وي برافو. اتونسيون اتونسيون بشعل. عندك راسك. برافو برافو يونس. برافو. إذا يونس كيقدر أنه يجيب لنا الساروت. يلا نحتفلوا بيونس. برافو يونس. برافو يونس. برافو عليك. راك محارب. ما عندي ما يسالك. برافو. ويونس درتيها في وقت قياسي. دابا تيسوي شحال عندنا؟ جوج ديال السوارز. برافو يونس. شنو الاحساس ديالك؟ قرب اخويا عندي. سويكلاس. تحية للناس. لعمال النظافة. اللي يديروا هاد الخدمة كل نهار اخويا. يلا تيتسويت. يونس اخويا طلع مقاتل محارب. فين هو بعدا؟ فين هو؟ فين هو يونس؟ مشى بدل التيشيرت. مشى بدل. جاب ساروت ولا لا؟ جاب ساروت. برافو عليكم. عندكم الان جوج ديال السوارت. تبارك الله عليكم. بدايه مزيانه. خليكم في هاد الانرجي. حنا دابا صيفط الساميه كما قلت لكم. صيفطها للتحدي اللي غادا ديروا من بعد. غادي يكون مطلوب منها باش تسلق واحد الحيط كامل. تمشي تجيب ساروت وترجع. الحيط كاين على برا ديال جزيره الكنز. تحدي صعيب وقلال الناس اللي نجحوا فيه. بغيتكم تشجعوها بزاف. علي سامية. هيا كما كتلاحظوا الان ما كتسمعناش. سامية كتستعد. تحدي ما ساهلش. واليوم كاين بزاف ديال الريح دونك غادي يصعب عليها المهمه ديالها. سامية كتسمعينا؟ البحر امامكم والعدو وراءكم. يلا سامية واجده. نعطيوها انطلاقه. يا ربي. ثلاثه جوج واحد شوف. نتمنوا ان سامية تجيب التحدي. هو تحدي صعيب لان فيه لا كونسونطراسيون وحاجه اخرى. يعني انا وحلت دابا بيدي فين غنديرو. خاصها تزرب لان لا تعطلات غيمشي الوقت. سامية حاولي تزيدي. علي سامية في فيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا سامية يلا يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سامية دابا كتحاول أنها تسلق ولكن كاينة صعوبة. دابا كنحسب أنها متخوفة شوية. وهذا التحدي بالضبط كيعتمد أيضا على السرعة لأن خصك تمشي وترجع بنفس الطريق. يا ربي تعاوني. يا ربي يا ربي تعاوني. يا ربي ما تعاوني ما ندهش رجليك. برافو برافو. سقوا عليها. علي سامية. برافو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. دابا المشكل الوقت هو انها خصها تمشي وترجع وترجع في نفس الطريق اللي مشات منها. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو اللي عطاكم داك الشيء. انا قلت له يفرجوا معاك. علي سامية. علي برافو. وصلت الفاروق. برافو علي سامية. قبل ما يسالي الوقت علي سامية. علي سامية. علي سامية. دريا. لا لا تقدر ترجع. تقدر ترجع. علي سامية. علي سامية. يلا سقوا عليها. سقوا عليها. علي سامية. علي سامية. علي سامية. علي سامية. علي سامية. باقي باقي باقي
باقي عندها شويه الوقت. يلا صبوا عليها. عاودي لينا الاحساس ديالك. الاحساس ديالك كنقول اولادي خصني نرجع عند اولادي كيستناوني، اوعدي محمد امين وغالي كيستناوني، ولكن او ميم طون خصني نحمر الوجود هادو. يلا برافو عليك. المرأة المغربية. والمرأة المغربية. تحية المرأة المغربية. تيتسويت يلا تيتسويت. يلا سامية. سامية جبت الساروت. سي حقرنا ولا؟ سي حقرنا ولا؟ حقركم وانتم بديتوا بجوج سوارت في الاول وكتقول لي انا حقركم ما يمكنش. سامية انا فاجأتني وفاجأت الفريق كامل. اجي سامية جينا. لا علاش فاجأتك؟ علاش فاجأتك؟ مالك؟ مالك حقرني؟ شو واحد باقي؟ لا لا عافاك الله باقي. سامية برافو عليك. هشام برافو عليك تبارك الله عليك. المهم اللي قمت بها سامية في الموسم الاول من جزيرة الكنز كانت قمت بها لطيفة احرار، لطيفة اللي ما قدراتش تمشي. بكات بكات. اه اي موا جي جوي اون بونسون لطيفة بصح لعبت من اجل لطيفة باش نقول لك بلي انا كنبغيك بزاف وعملتها وحققت الحلم ديالك انتينا جدام لطيفة. سالي لطيفة. تبارك الله عليك. كنوجدوا تحية كبيرة لطيفة احرار كذلك. دابا جا الوقت اللي غادي نواصلوا وغادي نصيفط مع السرفر يونس الازرق. غادي تمشي عند مول الحكمة دابا. عرفتي؟ لا لا صح. يونس نعول عليك. علي يونس. وشوف فينا يونس. وتاكل عز دابا. يونس غادي يمشي عند مول الحكمة باش يحاول يجيب لكم الساروت الرابع. واش غادي ينجح واش ما غادي ينجحش داكشي اللي غادي نشوفه. وانا غادي نمشي نوجد لكم شي تحدي من اصعب التحديات اللي كاينة. السلام عليكم. روينا 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 عباد الله. شحال ديال الغبره؟ ثلاث يوم تيجري. سمح لينا سمح لينا والله الا سمح لينا بقيتينا كنخملوا. شكون كنعمل؟ الله يحفظك اسيدي بارك الله فيك. كلشي في امان الله. بقيتينا كنخملوا سمح لينا وصافي. العواج هذه ماشي مشكله. مرحبا. والله العظيم دابا ما عرفناش غنديروا كاع. سمح لي. ياك ما ندوز معاك شي شطابه شي حاجه. ما نكره سوس ليه شويه سوس ليه شويه. بركه عليك بركه عليك. صافي 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 صافي. بركه عليك. تصنط تصنط ليا مزيان. بغلافي وماني سرير، بوراقي وماني شجره، جبت خبار وعلم القدام. انا غدا العقل وكنت نكل بلا فم. شتي واخا ما عنديش الكرش. يلاه المعلم. ما عنديش الكرش ولكن كان حماق ناكلهم. دابا قول لنا شنو هو الكتوبه من الحكمه. الكتوبه كامله معاك. متاكد؟ متاكد. واش متاكد من اخر كلمه؟ بابا من الحكمه. الحكمه اشنا هي؟ الكتاب. الكتاب. اش غادي نقول لك؟ يس. ماشي ياس. ماشي عرفتي ماشي ياس. ماشي كتزرب غير بكواك. يلا هاك السارو. الله يحفظك. ما باقيش تجي عندي الليل. ما باقيش نرجع. شوف عواش مبروكه الخرجه الجايه معاك. مرحبا فوق ما بغيتي. سير اصاحبي. شوف انا راه التخمال وصافي. الله يرعى التخمال. ايوا واش غادي نديروا؟ نرجعوا نخملوا عاوتاني. الله العظيم هانتوما العذاب يا عباد الله. الو الو. الساروت الرابع. دابا غنمشيو للتحدي الاخر باش نشوفوا على الله نجيبوا الساروت خامس بلا مشاكل. يا رب. تيتسويت جو. يلا يلا تبع بعد بعد بعد.
فهاد الاثلاء كيوصل عندي الفريق ناقص يونس الزرق. واش جاب الساروت ولا لا؟ يونس الزرق كيوصل وكيوصل مع الساروت. يونس صحتك. هكا عشيري صحتك. هذا فريق ليونس ديال السوارت. اربعه ديال السوارت لحد الان ما ضيعتوا حتى شي فرصه. التحدي اللي غادي يكون عندكم دابا كما كتلاحظوا حنا قدام كازينو، وفاش كنقول كازينو كنقول الفلوس وكنقول الحد. توخ اللي غيشارك في هذا التحدي مهدي. سير اخي. هاني مهدي. معايا الفلوس هذا بانكر بانكر. مهدي مرحبا. قبل ما غادي نشرح لك التحدي غادي نصيفط يونس الزرق باش يمشي يوجد. واش انا ما غنرتاحش؟ التحدي الجاي انا ما بغيتكش ترتاح. سير اسيدي انا معاك يلا. واش فهمتي؟ يلا سير مع السرفر. سير انا مع هو باش غادي ترتاح. يلا مهدي كلشي مزيان؟ كلشي بخير. الوغ قول لي شنو تدير في الحياة بعدا؟ انا عامل في بنكة في نفس الوقت ممثل. داكور ممثل مرحبا. شوف غادي نطلب منك باش تلعب ليا دور ديال جيمس بوند داخل شي كازين صافي. فوالا كيبدا المتسابق بالجلوس فوق هذا الكرسي المتحرك. كتبدا القطع النقديه في التساقط من الاله. بعد توقف الكرسي على المتسابق المرور فوق الجسر وجمع اكبر عدد من القطع النقديه ووضعها في الخزان حتى يتحرر المفتاح. غادي نشوفوا واش غادي توفق ولا لا. ثلاثة جوج واحد طف. شجعوا مهدي. دوخة يا لا لا الحمد لله خدوا بس يا الله. يلا 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 دقيق وي برافو. سربي سربي الفلاس. يلا اسمع رجع 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 دقيق ما تضيعش الوقت. هيدا يلا مهدي المرة الجاية حاول ما تضيعش الوقت. اللي يوقف فيك الكرسي سير سير له الجو. يلا يلا جري 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 دوخة دوخة سي نورمال دوخة دوخة كتدوخ. لا انت شوف شوف يلا مهدي برافو برافو مهدي يلا نسخو مرة أخرى. علي 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 غادي مزيان دابا كل ما دار كل ما كيزيد يدوخ. سي فغي كي ما ساهلاش زعما ما كانش نفطر هاد الصباح. جري 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 كان الوقت ردوا البال الوقت لان ما انني ارى انت لا سكور شفت قلت لا كونسونطرا حوتك يلا الحبيب ديالي عافاك الحبيب ديالي ما تخافش. يلا 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 بسم الله بسم الله يلا يلا خلاص رجع رجع يلا رجع رجع عمر رجع يلا دغيا شوف شوف السيروم شوف السيروم كوش طالع. باقي شويه باقي شويه شحال باقي؟ يلا زيد زيد اخر محاوله اخر محاوله يلا ردوا البال الوقت ردوا البال الوقت ما بقاش بزاف شنو غيبقى نحوس الداخل. هذه اخر وقت اخر وقت خرج هاك خرج. لا 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 خليه خليه يلا عمار 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 خرج 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 صافا صافا كلشي بخير. شنو سميتك؟ مهدي. شحال عندك من عام؟ 31. جوج مازال ما يكون بات. تبارك الله كان عاقل بعد انا مازال عاقل عاقل تبارك الله عليك. تي تسويت غنمشيو دابا للتحدي الجاي وان شاء الله نجيبو الخامس. يلا سير الي جو. باقي مزيانين باقي مزيانين. جا لكم ساروت عندكم دابا شحال؟ اربعة السوارت. اربعة قلت لكم كتقولوها وتقولوا لاول مرة والموسم الثاني وانه لاول مرة ها هي ساروت. دابا حنا قدام واحد التحدي صعب من ذاك التحدي اللي داز دابا. شكون اللي بغيتي انت يقوم بالتحدي يا رشيد؟ اختار ليه نسرين. نسرين يعني نسرين نسرين حنا الان كل مرة
فرتيها كل مرة تفعل فعل انا غنشرح لك التحدي. للحصول على المفتاح خاص المتسابقين يتخطوا الخطوط الضوئية الحمراء للوصول للمفتاح. في حالة لمس واحد من هذه الخطوط يرن جرس الانذار وكتنزل تدريجيا علبة زجاجية ممكن تغطي المفتاح بالكامل. قبل ما تدخلي غادي نخدم لها العظم. فوالا قبل ما نعطي التوب بغيت فقط نذكرك وسمعيني مزيان، خاصك تمشي وتجي وعندك الحق في 5 ديال الاخطاء. اوكي صافي 3 2 1 توب. قبل ما نعطي التوب بغيت فقط نذكرك وسمعيني مزيان، خاصك تمشي وتجي وعندك الحق في 5 ديال الاخطاء. اوكي صافي 3 2 1 توب. نسرين مهمة صعبة. نسرين تسمعيني؟ وي دوسمون ها ردي البال. واه يلا ايسي دو ترافيرسي، حاولي تدوزي من تما. برافو عليك، مزيان مزيان، ولكن دوسمون شوية عليك، ولكن او ميم طون كون افيكاس. حاول لا سبا غراف سبا غراف. نسرين كل ما قصتي الخيط كل ما غيتسد عليك السيرو. شوية عليك نسرين شوية. يلا ما شيري برافو، باقي عندك الوقت، باقي عندك الوقت، شوية عليك. زين هادي حنا حاضرين معاك التركيز شوية. تري بيان يلا دابا بشويوش، خد النفس خد النفس، كونسونت خطوة، ركزي ركزي حاول. لا لا نسرين إلا قصتي بزاف غيتسد عليك الباب. هادي الجوج دابا ياك راشد. شوية عليك ها شوية عليك حبيبتي. شوية بشوية باقي عندك الوقت. لاعبين من أجل الجمعية دونك خصنا، أنا نتمناهم يربحوا دابا نكون معاكم باش تربحوا. نعم وهذا مخوص عليكم ها هو مخوص عليكم. عينك خضر أصاحبي أنت، عندك العينين خضر. نسرين بشوية باقي عندك الوقت. وي سيري برافو. هاد ثلاثة لا 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 برافو برافو. جيبي الثالث الخامس عندك يعني صدر نمشي نجيب هاد اللعبة هادي من نهار بدا البرنامج عمرها ما تربحات. سمعوني ركزوا معايا مزيان، 5 ديال السوارت راه غيحلوا لنا ساحة الكنز، ما محتاجينش لسوارت اخرين، ولكن هادو التحديات اللي مشينا ربحناهم غيولي عندنا لافونتاج، غيولي ناخذوا الرموز. متفقين؟ دوك غنمشيو للتحدي الجاي مع تيت سويت. يلا سانكلي سانكلي يلا علي. يونس بغيت نقول لك واحد القضيه، سيكو هاد المغامره هذه وهاد التحدي هذا دابا واش مابقيتش فيك بعد اول مره غادي ندير لك يتفرجوا فيا؟ ديما تنديروها بالاحمر نورمالمون، ولكن حيت انت جيتي اليوم ما يمكنش، درناها بالزرق. واعره بزاف هذه واعره. مرحبا يلا كلاس ولا ماشي كلاس؟ كلاس الله يرحم الوالدين. يلا بيك كلاس. يونس قدام التحدي هذا العش ديال الرتيله. العش ديال الرتيله كتعرف الرتيله شنو تطلق؟ تطلق اللصقه ياك. انت غادي يكون مطلوب منك لداخل باش تقلب لينا على بيضه بحال هذه. هذه بيضه ديال هاد الرتيله اللي كاينه هنا، الا قلبتي عليها ودرتيها في الانبوب ديالها غادي تربح الساروس. وقبل ما نعطي انطلاقه بغيت نصيفط عمر لطفي. وي اجي خويا عمر اجي. انا معك خويا. وي مرحبا بك. عندنا الوقت. انا معك خويا. وي نجيبك شي حاجه. مرحبا عمر. غادي تمشي توجد راسك للتحدي الاخر. داكوغ سير مع السفر. يلا سير. يلا ثلاثه جوج واحد توب. يونس في تحدي صعيب طويلي شنو هذا جديد في البرنامج. هذا الصوت العنكبوت. العنكبوت ملي كتبغي تولد كدير هذا الصوت. شوف 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 شوف. لا لا سير من التحت. لا من التحت. لا من التحت. يونس من التحت. يونس لتحت لتحت يا يونس لتحت. تمشى على يدك ورجليك يا يونس. فوالا يونس لتحت من تحت من تما من تحت. اسمع رشيد يونس من تحت من تحت. ولا فهمت ولكن دابا باش نتحرك وسير من تحت من تحت. هكا هكا مزيان يونس من تحت من تحت. فوالا بحال اللي غتحبو. مزيان
سير خذ البيضة يونس. يونس دابا خصك ترجع من نفس الطريقة يونس. رجع من نفس الطريقة يونس. عرفتي البيضة دربها 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 عندها فين تدرب كتلصق هي غير سيد الله وزعما يلوحها فين عندها فين تدرب عيطينا هيا راحة راحة سيبيا شدو أحمد يلا يونس يونس يلا يلا برافو يونس برافو ولكن راك في الخطر يلا يونس رد البال الوقت ما بقاش بزاف يونس راك في الخطر 20 ثانية يونس الحشيش ديالي يلا البيضة البيضة خشي البيضة في الريزيرفوار خشي البيضة صافا يونس ديرها حق الله ديرها انا خفت على يدك قطع لك اويلي وحدي مي برافو عليه صفقوا عليه الحراره شحال عندنا شحال تبارك الله 6 ديال السوارت شوف احنا دابا حطمنا واحد الركور ياك ديال اصلا جمعنا 6 ديال السوارت يلا علي تيك سويت سير على الله سلامه غادي نبشرك بواحد الخبر جميل أمهية. استطعنا ان نجمع 6 مفاتيح ياه 6 ديال السوارت برافو عليكم عندكم 5 ديال السوارت غادي تحلوا بهم مساحه الكنز والان ممكن انكم تاخذوا واحد غتاخذوا به رمز من بعد غادي يفيدكم داك السالوت اللي ربحتو ساميه لاباس عليك لاباس الحمد لله غادي نصيفطك مع السرفر باش تمشي عند مول الحكمه علي ساميه ونشوف واش غتجيبي السالوت السابع ولا لا بغيت فقط نقول لكم بانه التحدي اللي غيقوم به عمر تحدي استثنائي استثنائي وجدوا راسكم ونتلاقاو من بعد تمرتي ها في المدوزة عباد الله عاوتاني كنت كنخمل عباد الله وكتطلع ليا في الناس اهلا شكرا سيدي مول الحكمه كي داير سيدي شكرك لاباس عليكم الله يبارك فيك وراكم مبرعين جايبين 6 ديال الفات الشراء الله على النبي والخمامس علينا عندك نسعد انا والله ما نحسدك بالله والله لا ما نحسدك كي دايره مزيان لاباس عليك فيا العطش والحمد لله بغيتك تغني ليا حب الخاطر ولكن اغنيه اللي بغيت بلاتي اغنيه اللي بغيت بغيتها تكون على قرون فلسنبل ومن الشطيح ورانا المعقول ولكن غسهل عليا دابا غنيت لك انا راه مسهل يلا بسم الله اسمحي لي على هذا الشيء اللي دايره لا جات مزيانه الله يحشمت بالله انت يا لالا كتبدا بالنون والنون في السما تلوح باقيه سخيه وحنينه ولكن قلبها مجروح يلا المعلم النون وفي السما تلوح باقيه سخيه وحنينه ولكن قلبها مسكينه مجروح نوار اشنو ما بالك والو ما بالي والو ويلي في السما تلوح كتبدا بالنون والنون في السما تلوح باقيه سخيه وحنينه ولكن قلبها مجروح كتبدا بالنون نيت كتبدا بالنون شتك صافي تغوب شتي دابا وليتي مغوب شا ومابقاش داك النش عندك راه الا تقال هذا الشيء النون كتلوح من السما شتا ماشي حشو مالك واز دابا هي زعما حيت ما كايناش في الشمال صافي ما تعرفيهاش والله النخله ويلي وباينه ها انت والله تصعدت عليا خلينا لا بسلامه عليك لا بلاتي نفسر لك بعدا لا ما عاد تفسر لي ما نفسر لك برامج اخرى كنتي ساهل لا تنفسر ليك الله يهديك كتبدا بالنون والنون في السما كتلوح النخله راه طويله شوف انا صعدت عليا والله شهاده الجمهور المغربي وانت غتشوف اش غديري ليا كاع خذ براسك
دابا تشوف شغيطلع عندك. هي دابا عباد الله ما حيلتي الدخمان ما حيلتي ليهم هما كنقول لي ما تطلعش ليا الناس ما بغيتهمش يتقلقوا. وحق الله الا صعب عليا سي باغراف سي باغراف سي باغراف صعب عليا ايوا صافي سامية ماشي مشكل ما جابتش الساروت دابا عند عمر كيتسويت يلا صافا انت مزيان اش درتي اش درتي لعمر رشيد هو عمر واجد حنا غادي نبداو عمر مرحبا بك مرحبا التحدي اللي عندك دابا انت غادي خصك تقلب على واحد الارقام ياك وتقولهم لصحابك اللي برا وهما خصهم اشاك فوا يقيدوا الرقم ومن بعد يجمعوا المجموع هو الرمز اللي غادي يحلوا به باش يلقاو الساروت بسم الله داكوغ يلا ثلاثة جوج واحد إلا ما شفتي شي الرقم ما تزيدش شي شوية 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 السلام عليكم خصك تنفخ يلا أسبيغ 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 صوف صوف زر 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 عمر عمر حاول تجر جر لعندك جبد جبد عمر الو الو عمر واش بك شحال الرقم كاين شحال 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 عاود عاود شحال وخصك جبد ماشي تنفخ جبد شحال شحال عمر جبد ماشي تنفخ جبد 453 شحال 453 453 غير يلا زيد 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 نيشان خص دابا يلا نفخ 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 مزيان مزيان شحال عمر كرة كرة شوف الكرة 176 176 هذا الرقم الثاني زر الكوردة بسنانك زر الكوردة بسنانك زر 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 علي بيان شحال 923 923 برافو 923 ما اخذت لك حضرت زيد اصاحبي نفخ عليه وزيد نفخ عليه وزيد نفخ عليه وزيد خاليا برافو مزيان 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 شحال شحال سيز ربوخت شربوخت شربوخت فوالا 761 461 761 رد 461 رد البال الوقت ردي بال سامي الوقت ما بقاش بزاف باقي باقي علي عمر فاس 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 سيادة بنيك سيادة الوقت الوقت باقي 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 لك 30 سكوند 30 سكوند شحال شحال 125 شحال عاود عاود 125 125 125 هي 8 هي الاخرى حسب حسب ما بقاش الوقت لا 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 صافي 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 يونس يونس طاح الساروت لان الوقت ما بقاش وتعطلنا مي برافو تصفيقات حاره على عمر عمر لطفي برافو عمر دابا غنحاولوا نمشيو لتحدي اخر نجمعوا على الاقل ساروت سابع مزيان سير على اسف سمعنا دابا الاشاره ديال الكونغ دونك سالاو التحديات حنا الصوت دابا غندوزو لمرحله اخرى هي مرحله المغامرات بغيتكم تكونوا معايا رجال حتى انت تكوني معايا راجل يلا الكنز الكنز يلا سينا يلا Ta-da-da-da!
في هذا الأثناء كيوصلوا عندي الفريق أمام ساحة الكنز، أكيد أنها داكشي اللي داروا برافو عليهم، تبارك الله عليهم. ستة ديال السوارت رشيد، ستة ديال السوارت هشام. حمرنا الوجه ولا ما حمرناش الوجه؟ ركور بالنسبة لينا. جوج تحميرات الوجه. عمر كيوصل في هذا الأثناء. عندكم مسألة دودة ولا دودة؟ غافو عمر غافو، صافا بخير. كيجاك التحدي هذا؟ شوف شوف نقول واحد القضية، أنا نقول لك شي دخليني عند النمور ما تدخلنيش عند سرق الزيت. رشيد وصلنا لأمام ساحة الكنز، وغادي نطلب من تيتسويت باش يفرق عليكم السوارت ديالكم. مبروك عليكم. مبروك عليكم السوارت. عندكم ستة ديال السوارت. سير اللصقة ديالي. غادي نطلب منكم كل واحد باش يدير السارو ديالو في البلاصة ديالو، كلكم تفضلوا حطوا السوارت ديالكم. اجي ما تحطش يديك هادي وازي. عندكم ستة ديال السوارت، خمسة غادي تدخلوا بهم، واحد اللي ربحتو غادي يمكنكم من انكم غادي تاخذوا رمز فابور. مزيان مبروك. هاد لافونس الدراري عندنا لافونس. هذا هو السارت اللي ربحتو، غادي ناخذوا به رمز، وهذا هو الرمز الاول اللي غادي يمكنكم من انكم تقربوا تعرفوا من الكلمه السر اللي غادي تحل لكم ساحه الكنز. رحلة البحث على السوارت سالت، دابا غادي نبداو نقلبوا على الرموز باش تعرفوا على الكلمة السر اللي بها غادي تحلوا ساحة الكنز. رشيد التحدي اللي عندي دابا خصني نصيفط واحد في هادو يمشي لعند مول الحكمة باش يجيب الرمز الأول. عمر لطفي. سير حبيبي جري. عمر يلا. ما خسرت حتى حاجة ياك. شوف هادو. ها؟ يلا. عمر غادي تمشي مع السر فر عند مول الحكمة باش تقلب على الرمز الأول. وانتوما يلا معايا كاملين باش تشوفوا المغامرات اللي جايه. في هذه المرحله المشاركين كيبحثوا على الرموز عوض المفاتيح. في ثلاثه المغامرات عليهم يجمعوا اكبر عدد من الرموز للتعرف على الكلمه السر اللازمه لفتح صندوق الكنز. متى ما روشتو على حالك يا وليد. ها هو عاود تنقول لك ما تطلعش. السلام عليكم. السلام عليكم. اسمح لينا سيدي، انت كتشوف هاد الحلقه كتجيني كنخمل وكنسيق والروينه وصافي مالك. جيت بغيت نجاوب على الحكمه. واش انت كدبغي معايا السيك زعما؟ علاش؟ علاش جات على خاطرك؟ واش الاخرى مشات مقلقه وانت محرشاك عليا ولا شنو؟ لا 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 هادشي اللي بان لي انايا. لا ما كايناش. ما كاينش هادشي؟ لا. هذاك الشهر اش كدير ليه؟ وعلاش انت عندك الشعر وانا عباد الله ما عنديش؟ ها انت كتشوف علاش؟ مدينة مدينة وشد معايا وركز مزيان. حاجيتك ما جيتك على الجيم، والجيم من جيل لجيل، الجيم زي جميل، مسلكها واحد ركز مزيان ومخارجها ثلاثة. سير اسيدي. حاجيتك ما جيتك على الجيم، والجيم من جيل لجيل، الجيم زي جميل، مسلكها واحد خارجها ثلاثة. اش بالك؟ قعد في الشعر؟ جلابة. شناهي؟ جلابة. وبقات في الشعر بيني وبينك هكا سيدي، ما تبقاوش مخلقين عليا. اش بغيتي؟ بغيت واحد. يلا تهلا ليا في راسك وقول لهذيك اللي مقلقة عليا تنهود. باش شفتي الله. يلا سير. ميرسي. لا الله وصافي. مشاهدينا وصلنا لثاني تحدي اللي غادي تقوم به سامية أقريو. سامية غادي يكون مطالب منها باش تجيب الرمز الثاني. صيفطنا عمر عند مول الحكمة ما عرفناش واش جاب الرمز ولا لا، ولكن انت الآن عندك مهمة صعيبة، غتدخلي تحت الجزيرة وغتغطسي تحت الماء، وغادي يكون مطالب منك باش تحلي واحد جوج كروات باش تحرري الرمز. هادشي كله كاين في واحد الكاش. إلا بغيتي تنفسي غتطلعي شوية، كاين واحد شوية الهواء. عمر لطفي كيوصل عندنا الآن. فرحان فرحان بين فرحان. والو قال لي واحد اللعيبه صعيبه. دوماج حنا محتاجين دابا الرمز. عمر ما تيقتكش. عمر كيربح. كنشيش ما كنشيش. عمر تيتسويت شحال عندنا؟ جوج. حيت الان عندكم جوج ديال الرموز. تبارك الله عليكم وصافي. ساميه واجده. يلا نبداو. ساميه بمجرد ما غتحطي رجليك في الماء غادي نعطي توب ديبار. يلا ثلاثة جوج واحد توب. يلا سامية. يلا ديري هادوك في عينك، ركبي هادوك في عينك.
نساي ما نساي نساي سامي ما عطاش ها هي سامية غنشوفها هنا غنحاولوا نشجعوها خصها تمشي مالك ما تخافيش غطسي غطسي يا سامية ما كاينش مخاوف بزاف يلا ثلاثة جوج واحد غطسي الله 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 صافا صافا اه ها حاولي تغطسي يا سامية ام سامية دابا كتغطس سامية علي سامية سامية انا معاك سامية ما تفكري في والو ما تفكري في والو فكري شنو باغي ديري حنا كنتسناو بدخلي يلا سامية رجعنا معكم مشاهدينا وحنا دابا مع سامية يلا سامية غادي نشوفوها واش غتقد تعطينا الكود وي سامية برافو علي سامية مزيان 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 سامية برافو مزيان حلي هادوك هاكاك مزيان معني ما يتسال لا ياخذي النفس مزيان مالك مالك ما وقع والو ما وقع والو راك غادي مزيان اكمل ما مالح بزاف سامية شنو اللي عندك وانت كتقولي العمان وداك الشيء فين هو العمان الوقت ما بقاش بزاف ما بقاش الوقت ردوا البال ردوا البال الوقت 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 ما بقاش الا تقاد الوقت الرمز غيطيح غيتفركع وغيطيح مالك سامية ما بقاش الوقت ما بقاش الوقت سامية ما بقاش الوقت وغطسي يلا يلا سامية طلع يا سامية نصفقوا على سامية كومين الوقت ما بقاش والرمز تفرقع كتموت على الماء كتموت على الماء ملي شي ناس كتقول كتموت على الماء شي اللقطه اللي ضحكتني فاش كتطلع دير امي امي الله الماء سخون كاينه شي حوته تماك برافو برافو سامية يلا تصيق على سامية يلا برافو اطلع 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 برافو برافو سامية تبارك الله عليك سامية سامية واخا ما درتيش هذا التحدي واجي قولي لي دابا شي نيجاك صعيب في هذا في هذا التحدي فرعت لي ظهري هذه ها هي اختي سامية لاباس عيش ما شربت الماء اخبارك عطوني هذا المناظر ستيتوين ماشي داك اللي كيشدوا شحكنا على داك الشيء اللي كنتي واش كدير ولكن صفيقات على سامية برافو سامية دابا غادي ندوزو مغامرة ثالثة تتسويت يلا 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 وفات عندنا كيف وكي وصلوا عندنا جبت لك ليه الفريق مهدي نسرين رشيد وعمر سامية شنو دارت بعدا سامية سامية نقول لك شنو دارت سامية سامية ما توقعت انها تحصل على سروت شنو بقات نعم وقلنا لك دارت من اللي بدات هي من اللي بدات سامية دارت بغيتي تغوت
قالت لك كتموت على العمان ياك انا طلقوني على يونس كنموت على الطيران كاميكاز انا كتحرق يا زنا هو اللي كنعرف ليه نكملوا وغادي نشرح هذه المرحله هذه اخر تحدي عندكم واخر مغامره غادي يكون مطلوب من يونس باش يسترجع الرمز اللي كاين الفوق باش يقولوا لكم وانتم تحلوا الكوفر اللي كاين لهيه باش تاخذوا الرمز وباش يونس يوصل للرمز كيخصكم تجروه مزيان كاملين بهاد لاكورد هادي تهبطوه مزيان وتلقوه في خطره وحده البرا 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 يلا واجدين نعطيو انطلاقه يونس واجد سيدي يونس قبل ما نعطيو انطلاقه شنو احساسك وانت تحلق فوق النمور انا كنت احلم منذ الطفوله بالطيران والان حلمي يتحقق ولكن اذا طحت فالنمور ستاكلك ستحقق حلمها يلا نعطيو انطلاقه ثلاثه جوج واحد طب سير عطي البرا يلا يلا يونس وي جيب لينا الرمز دابا سير دونك غادي تحاول شوف ابطو الماكسيموم ماكسيموم ماكسيموم يلا لاش لاش يلا دري اللي يبغى اللي يبغى طلق 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 وتلقوا باش بالونسي خصك تبالونسي جر وطلق طلق 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 جر دابا جر يلا طلق يلا يلا عاود عاود طلق 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 بحال مطيشه برافو هكاك بحال الزعلوله بابا سير غادي غادي نسير عاود 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 ثاني طلق بابا عندك راسك يلا عاود ثاني عاود ثاني ماكسيموم سير 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 هو غادي يزعل هو عزيز عليه كرمتي كرمتي الدراري يونس سير يونس كتموت على الزعلوله سير دراري زيرو زيرو زر عاود عاود لا سير كرمتي كرمتي وي قربت جر 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 كلاس كلاس داري عاودتني عاود المحاولة يا جر كلاس وتفرجوا تفرجوا فيه قربتوا قربتوا من القوالب يلا جر مدي جر يلا مزيانة هذه مزيانة طلق زيد جر عاودتني 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 كلاس جر مزيان طلق ردوا البال الوقت عاونوا 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 سير دراري سنكرونيزاسيون دراري يلا طلق 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 مي تفرجوا فيه شوفوا هو مي شوفوا مشى هكا طلقوا عمر ولا لا بجوجكم شفتوا كاملين انا كلكم خصكم تعاونوا عليها يلا يلا في دقه واحده صافي الوقت ما بقاش للاسف ما تفهمتوش بيناتكم لان كل واحد كان كيجرب وحده وباش تربحوا هاد المسابقه خص كل شيء يجر او ميم طون المشكل ان ما قلتش يونس معليش معليش يونس معليش معليش فيليندرا اختي فيليندرا يونس دابا غنتلاقاو كاملين حدا ساحه الكنز نتلاقى معاك انت وساميه باش ما تنسونيش هنايا ندخلوا الكنز ان شاء الله ونتعرفوا على كلمه السر صافي يلا مشينا تسويت سير الله يعاونك يا كيكا اوبليه با وصلنا الان للمرحله النهائيه في جزيره الكنز انطلاقا من الرموز المحصل عليها يجب على المشاركين التعرف على الكلمه السر فتح الكنز وجمع اكبر عدد من القطع النقديه في وقت محدد مشاهدينا وصلنا لاخر مرحله مرحله ساحه الكنز والمشاركين الان كيوصلوا عندنا راجل هذه فرقة واعرة مخرب لها من وضعها صراحة فعلا فرقة متميزة اليوم خير عندكم جوج ديال الرموز اللي من خلالهم غادي تقدروا تتعرفوا على الكلمة السر في حالة ما إلا ما عرفتوش من خلال جوج ديال الرموز غادي خصكم تضحيوا بواحد باش تاخذوا رمز واحد آخر إذا كما كتلاحظوا حنا قدام الكنز والكنز حاضينو الحراس ديالو مشاش ما كرهتكش تدخل اخويا عمر عندهم ونشوفوا شكون مش اذا غادي نطلب من فيليندرا باش دخل النموره فيليندرا دخلي النموره وغادي نعطي انطلاقه غادي يولي عندكم سباق ضد الزمن نذكر فقط بانكم ربحتوا 5 ديال السوارت بالتالي عندكم 3 ديال الدقائق كامله غادي تبدا من هنا من وانتم كتحلوا الرموز غادي تبدا 3 ديال الدقائق حتى لساحه الكنز نعطيو انطلاقه شكون اللي غادي يحل فيكم الرموز يونس الزرق يونس يونس ميتو اون بلاس تبلاصه موا جو برون بلاتي 3 2 1 ستوب يلا يونس زرب اخويا زرب 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 دغيا دغيا صحه عطيني شوف صحه الكلمه الاولى
قمر 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 الميم الراء لا علاش قمر علاش قمر القمر قمر الاحمر الاغنيه معروفه والسهر كيبان القمر في الليل يلا الا كنتم متاكدين من الجمله كنتم متاكدين من الجمله قمر سي 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 يلا ما تنقزوش القى القى اذا يونس حاولوا تضربوا الماكسيموم يونس حاولوا تضربوا الماكسيموم ما تعطلوش شوفوا في الكنز شوفوا في الكنز سير فين هو اذا القمر هي الكلمه اللي لقيتو غادي نشوفوا واش فعلا كلمه صحيحه ولا لا فحال تما الا ما كانتش صحيحه ما غادي يكون لا كنز لا والو وبالتالي غادي تخرجوا خاويين من هذه المغامره هذه ما غنخرجوش خاويين ان شاء الله وغادي نطلب من فيليندغا حل الكنز يونس كما قلت لكم دي زالي غوسو حاولوا تمشيو وتجيو بالزربه يلا ورجع يلا 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 يونس كيجيب اكبر قدر الان حاولي ما تطيحي والو عمر بارك الله عليكم علم نسرين يلا 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 مهدي يلا الى سمعتوا الدقه ديال الجرس ما يبقى حتى واحد لداخل الي ساميه الي ساميه برافو مزيانه ساميه حصيصه ديالك شاده عندك مزيان يلا عمر يلا حاولي تكوني اسرع يونس برافو على سرعه على صديمه نسرين دغيا برافو يلا سربي مهدي سربي سربي الوقت قربي تقاده وحاولوا تجمعوا عدد كبير على قبل الجمعيه اللي لاعبين من اجلها يلا لطفي عمر تبارك الله عليك برافو يونس برافو برافو يونس ما عندي ما يتسالك علي ساميه ساميه بشوي عليك بارك الله عليكم ردوا البال مع الدقه ديال الجرس يلا 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 عمر نسرين يلا فهم ما بغا يتسال يلا فهم يلا يلا كل شيء خلص نسرين سامية يونس صاف 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 صافي ما عندكمش الحق تجمعوا هذا الشيء اللي طايح في الارض تفضلوا معايا تفضلوا معايا سامية عمر يونس مهدي نسرين تفضلوا هنا تبارك الله عليكم يا ربي تبارك الله عليكم تبارك الله على هذا الفريق تفضلي سامية فين غنمشي سامية ما عندي ما يتسالكم صحابي راسي منشطة هشام هذا الفريق هذا دار واحد المجهود اليوم كبير مجهود جبار وبانت نيتهم انهم فريمون باغيين يتقاتلوا على قبل هذه الجمعيه هذه فعلا فريق ديال الانجازات فريق اللي حقق سته ديال السوارت بديتوا بدايه قويه برافو عليكم كنتوا كلكم حماس وكلكم اصرار باش تفرحوا الجمعيه وتجمعوا لها اكبر قدر ديال الفلوس اللي غادي نشوفوه دابا تسويت سرفر 20 مليون غادي نشوفوا نتمنوا انه يكون مبلغ كبير مزيان هذا المبلغ هذا لعبتو على قبل واحد الجمعيه اللي اصلا جمعيه غان خصنا نزيدوا بثقافه التبرع في المغرب هذا موضوع اني المغاربه خصهم يزيدوا في الوعي ديالهم والتحسيس بان التبرع راه حلال وتنقدوا به الناس اللي حاجتهم بهذا الشيء هذا والاطفال احيانا اطفال صغار يمكن لهم يتعتقوا خصنا نتقيدوا في الليست ديال لي دونور ديال المتبرعين وهذا الشيء ساهل بزاف وحلال كل شيء خصهم يمشيو يساهموا مع هذه الجمعيه غان برافو عليكم غادي نشوفوا رشيد شوفوا دابا شحال تفرقة مغرباتها سامية وليداتها تفرقة مغرباتها سامية ديالنا دابا غادي نشوفوا شحال جمعنا في هذا النهار الزوين غادي نشوفوا له المبلغ اللي جمعتوا شوفوهم حالا والنتيجة ديال الجهد ديالكم ديال هذا النهار والقتالية ديالكم كلها غادي تترجم لرقم واحد غادي يبان لكم قدامكم والرقم اللي جمعته هو 71,730 درهم تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم مزيان يعني 7 مليون
20000 ريال من اكبر جزيره الكنز. فعلا برافو عليكم، برافو عليكم، فعلا رقم محترم، وكنظن بانه الجمعيه غادي يفرحها هذا الرقم هذا وغيحلها بعض المشاكل اللي عندها. اكيد ان الجمهور يعني تمتع معكم بهذه الحلقه، وانا شخصيا استمتعت معكم وفخور بكم وفرحان بكم بزاف، والجمهور ديالنا كنقول لهم لقائنا ان شاء الله موعدنا كيتجدد الحلقه القادمه مع نجوم اخرين وتحديات وحدين اخرين وبرنامج واحد اخر وجمعيه واحد اخرى. وما تنساوش تتابعونا على الموقع الرسمي للبرنامج www.jazeeratelkenz.ma. ساميه بغيت تقول لي شي حاجه؟ وانا مشاهدينا غادي نقول لكم السلام عليكم. صباح الخير مع السعومه، اطفال ديال الجمعيات وعائلات، مرحبا بكم في هذا الانشطه وحتى المساعده ديالكم بإلقاء الضوء على هذه الاعمال. شكراً على هاد الأطفال وشكراً على الاهتمام بهذا الموضوع. شكراً جزيلاً.